بنت تفاحة معلمة تفاحة يا بابا. ما تأذينيش، دي غلطة وكل غلطة تأيديها على حسابي، وهتشوفي رقبتي سدادة يا ام رقبة مرمر ومتطعمة بالكهرمان. أحبك. غزيني غزيني يا تفاحة جنينة الضبة الخرمان. وهتفضل طول عمرك خرمان طول ما انا وانت بناكل من ايدينا ابو سريع السلطان. الله، انت يظهر عليك التفاحة اللي خرجت ادم من الجنة. انت اصلك معلم زهرات وهتفضل طول عمرك كده طول ما سيدك ابو سريع ملكنك ومجرجرك وراه يمين وشمال. الله، اقول لك ايه، ابو سريع ده قادر ومالوش كبير، رجليه ممدوده في كل حته ودماغه فوق فوق واصله العالم، ما نحلمش احنا بيه. ابو سريع ده مش معلم زينا يا تفاحه، لا، كل اللي انت شايفاهم دول وانا اولهم وانت كمان عرايس معموله من القطن والورق مربوطه في صوابعه تشتغل له وتسليه، بس يا ويلها لو قربت من تاجه هتضيع هتضيع قبل ما تعرف الموت جالها منين. خلصت يا سبع البرومبا؟ انا قصدي انورك يا تفاحه، ابو سريع ده ملوش جنسيه زينا. انت صحيح بابا، بس رضع لبنفار. الله تفاحه، مالك بترتعش كده من سيره ابو سريع؟ لو مش قاده ما تشاركنيش. ما انا مش قاده صحيح. انا وانت قاده يا ضبع. انت وانا هي مره واحده هنعيشها، يا ناكلها يا تاكلنا. لو عايز تشاركني هناكلها سوا، لو مش عايز انا يا تفاحة هعرف ازاي انيم ابو سريع واكله لوحدي ومن غير شريك. طب افهم انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه اوصل للورد. اللورد؟